هاي جايز، خلي نحل تمارين المويس اير بروسيسز. مثال رقم واحد، اير ان كار كابين، كابينة سيارة، الهواء اللي بداخلها 114 ديجري سيليزي دراي باب تمبرتشر 90% ريلاتيف هيوميديتي. فانا اعطيني معلومتين بالنسبة للنقطة رقم واحد اقدر احدد بها النقطة. is brought to 25 degrees Celsius by heating. زادت درجة حرارة بدليل كانت 14 صارت 25، معناها عملية تسخين، وهو أيضا أكد لي أنه عملية تسخين لكن ما حدد، لاحظ لحد الآن ما قال لي وياها humidification أو dehumidification. خلي نكمل السؤال ونشوف ينوه إلى هذا الشيء لو لا. إذا ما نوه فهي العملية فقط heating، بمعنى أنه هي sensible heating. if the air flow rate، التدفق 1500 cubic meter per hour، estimate the heat capacity in kilowatt. ما نعطيني اي معلومه اخرى، بمعنى انه العمليه sensible heating. فهسه انا عندي 14/90 relative humidity، وعندي النقطه الثانيه 25، وشون اثبتها؟ فمن اجي هسه على السايكومتريك شارت شباب، خلي نحدد هسه انا هنا عندي هاي 10، هذا كل خط هو درجه 11 12 13 14. اذا هاي النقطه هاي هنا درجه الحراره 14. اذا اجر خط مستقيم من هذه ال 14 للاعلى ما اعرف وين ينتهي، لكن هو ايش ناطيني؟ ناطيني الريلاتيف هيوميديتي اللي هي هاي الكيرفات، ناطيني اياها 90%، بمعنى انه هذا الريلاتيف هيوميديتي هذا مالتي هذا. فمن رسمه راح يقاطع لي هاي النقطه. اذا هاي النقطه رقم واحد هذه بالنسبه لي. نقطه رقم اثنين، هو ناطيني درجه حراره 25 ديجري سيليزي، ف 25 هي هاي صايره بين ال 20 وال 30، هذه 25 ديجري سيليزي. ايضا من اصعد انا ما اعرف وين تنتهي هذه ال 25، لكن هو قال لي العمليه هيتنج فقط، سنسبل هيتنج، بمعنى انه ما عندي تغير بالرطوبه، رطوبه كونستان. فاذا هذه الرطوبه مالتها سنقطه رقم واحد، اذا بدي احسب الرطوبه مالتها راح امشي بخط افقي على اليمين، هذه قيمه الرطوبه الخاصه بمن؟ خاصه بال النقطة رقم واحد. النقطة رقم اثنين نفس المحتوى الرطوبة، لأنه هو قايل لي sensible، ماكو تغيير بمحتوى الرطوبة، بمعنى أنه هذا الخط من يقاطع لي الخط الثاني، إذا هاي نقطة رقم اثنين. هسه تحددت عندي النقاط، فهسه أي معلومة أنا أحتاجها راح أستخرجها. إذا مشيت بهذا الاتجاه بهالشكل راح أستخرج هنا قيمة الـ H اللي هي صايرة بين 40 والـ 50، وبهذا إذا أمشي بهذا الاتجاه أيضا راح أخذ قيمة الـ H H1 وهذه ال H2. وإذا أراد من عندي ال weight bulb temperature 2 هي هذه، وال weight bulb temperature 1 هذه بهالشكل، والأوميجا إذا أرادها من عندي هذه من هنا. هنا طبعا شنو ممكن أنا أحتاج؟ راح أحتاج ال specific volume. فإذا نشوف أنه ال specific volume هاي قيمته، هذا الخطوط مالته هذه اللي تشوفوها بهالشكل. فاني هسه وين صاير عندي نقطة رقم واحد، صايرة بين هذا الخط وهذا الخط specific volume، او اني اقدر اقدر هاي القيمة بين هذا الخطين. فعليه اني هسه من اجيت للرسم، رسمت له البروسيس مالتي، رسمت سايكومتريك شارت اللي هذا مطلوب وعليه درجة، قلت هاي ال 14 درجة مئوية اصعد هوية الفاي 90، حددت هاي النقطة، وهاي ال 25 صعدتها بهالاتجاه لأنه احنا هي نفس الأوميجا، فراح يصير البروسيس من 1 إلى 2 من اليسار إلى اليمين، وأقدر أطلع بقية المعطيات. استخرج قيمة الـ V specific، قلنا هذه نحتاجها مثل ما طلع الـ H1 والـ H2. ليش؟ لأنه أنا أريد، هو يريد الـ heating capacity. الهيتنج كاباسيتي هي H2 ماينس H1 مضروبة بالM دوت. هو بالسؤال ما نعطيني M دوت، بالسؤال نعطاني V دوت. فالV دوت اللي هي 1500
لازم اضربها في الرو في الكثافه حتى تعطيني الامدود. بما انه الكثافه ما عندي، وانا اعرف انه الكثافه هي مقلوب الحجم النوعي، كل كثافه هي مقلوب الحجم النوعي، انا الحجم النوعي للنقطه رقم واحد مثلا اقدر استخرجه، فقلبت الحجم النوعي نطاني الكثافه، جيت الكثافه خليتها ضربتها الفيدوت راح يعطيني العفو ضربت هنا بالفيدوت فراح يعطيني قيمه الام دوت اي اللي انا اريده. طبعا هنا هذه لو تشوفها لانه بير اور كيوبيك متر بير اور مقسومه على الساعه، فهو قسمها على 3600 حتى يحول الاور الى سكند، هذه ضروريه التحويلات. هسه من طلعنا الهيتنج كاباسيتي صارت هذه القيمه بالقيمه اللي حصلتها هي بالكيلوات، وهو اللي طالبه من عندي بالسؤال. هنشوف مثال رقم 2. مثال رقم 2 هو تكرار الى مثال رقم 1، لكن هنا نستخدم البريتش يونت. في المثال رقم 1 استخدم الاس اي يونت. ان اوتوموبيل كابين فايند ان اوتوموبيل كابين، هنا يفترض ان نضعان فايند ذا هيت ريكوايرد تو وارم 5000 CFM. CFM هي مختصر كيوبيك فوت بير مينت، وهنا أنا سويت لك إياها بشكل أوضح. Of outside air at 39 فهرنهايت and 90% relative humidity. نقطة رقم واحد حدد إن درجة الحرارة والفاي هايت معطياتها جاهزة. النقطة رقم 2 لأنه قال لي أريدها شو اسمه الحرارة تكون من 39 إلى 90 فهرنهايت without addition of moisture، هاي العبارة مهمة، بدون إضافة رطوبة بمعنى W2s أو الأوميجا 2s أو الأوميجا 1. F barometric pressure 29 inch hg. هذا السؤال هو قلنا تكرار السؤال رقم واحد بس حتى للتذكير. 39 طبعا احنا انا اعتبرتها 40 لانها قريبه جدا من 40، وبالسايكومتريك يصير اسهل عندي من اشتغل على ال 40. 40 ب 80 ب 90 خلينا نشوفها. فهسه من اجي على سايكومتريك شارت الخاص بال البريتش يونت هذا اللي امامنا، عندي ال 40 دقري سيليزي، هذه ال 40 دقري سيليزي اصعد خط مستقيم بشكل عمودي، هو ناطيني قيمه فاي 90، انا عندي هنا هذه ال 100% هذه الفاي، وعندي هاي ال 80%، فال 90 تكون بيناتهن، فانا راح اجر لاين بهالشكل او كيرف بهالشكل، من راح يقاطع لي هذا، فهاي حددت نقطه رقم واحد، نقطه رقم واحد من عدد، طبعا كل معطياتها صارت امامي، يعني الاتش هسه هذه اسقطها تطلع قيمه الاتش، والدبليو هو اني امشي بهالشكل بهالاتجاه الافقي فراح تطلع عندي قيمه هاي الدبليو. هو بالسؤال قال لي بدون اضافه هيوميديتي، فعليه انه W1 ثاني اللي هذه حسبتها تساوي W2، فهذا يعني انه نقطه رقم 2 هي صايره على على في مكان ما على هذا الخط، لكن هو ناطيني 90 فهرنهايت، فاجي ابحث عن ال 90 هاي 90 فهرنهايت، اذا هسه انا اجي اصعد في خط مستقيم، من يقاطع لي هذا الخط لانه هو نفس الاوميجا راح يحدد لي نقطه رقم 2. ايضا نقطه رقم 2 هسه كل معطياتها راح تكون جاهزه عندي، انا اذا اسقط بهذا الاتجاه اروح على الاتش راح تطلع لي قيمه الاتش واي قيمه اخرى احتاجها. احنا هسه هنا شنو راح نحتاج؟ ايضا هو من تشوفون هو ناطيني الفلوريت، ناطيني الهواء ناطيني في دوت ما ناطيني الام دوت، انا حتى احسب له الكولينج او الهيتنج كاباسيتي، لان هاي العمليه هيتنج كانت 40 وصارت 90، فشنو يحتاج لي؟ يحتاج لي الام دوت. الام دوت اني حتى استخرجه ما يحتاج لي في سبيسيفيك، فاجي اشوف انه الفي سبيسيفيك هذا 13، وهذا الفي سبيسيفيك هو 12.5، والنقطة رقم واحد صايرة بين ال 13 وال 12.5، فاخذ تقريبا هو طبعا هي اقرب الى ال 12.5، خلينا نقول 12.2 تطلع تقريبا. فهسه من نرجع الى السؤال، انا حددت النقطة رقم واحد 40 ويا الفاي هذه ال 80 سقطتها، والنقطة رقم 92 سقطتها بهالاتجاه،
واتفقنا انه قيمة الفي سبيسيفيك اني اخذتها اللي هي قيمتها هسه نشوفها ايش قد اخذها هو بال الفي سبيسيفيك. هاي طلع قيمة الاتش عذرا هنا انا ما كاتبها، لازم يكتبها قيمتها. احنا ناخذها تقريبا 12.5 مثل ما اتفقنا انه اني الام دوت اني احتاجها، لكن هو ناطيني في دوت، فلازم اضربها بالرو مال الهواء. الرو هو مقلوب الفي سبيسيفيك، فاني اجيب قيمه الفي سبيسيفيك حتى احسبها. الفي سبيسيفيك 12.6 هو ماخذه، يفترض 12.2 حسب ما شفناه هسه باللاتا. تاكدوا انتم من عندها شباب، لانه احنا ممكن نكون خطأين بالقيمه من استخرجناها. فبالنتيجه راح يطلع لي قيمه الام دوت اللي امامي. هسه معطيات النقطه رقم اولى كلها اخذها لان كلها جاهزه عندي. معطيات النقطه رقم الثانيه رقم اثنين احنا قلنا عندي بس 90، وعندي الاوميجا 2 تساوي الاوميجا 1، فتحددت النقطه رقم اثنين واقدر استخرج كل القيم. انا اهم شيء عندي الاتش 2 والاتش 1 استخرجها. ليش؟ لانه الهيتنج كاباسيتي هي اتش 2 ماينص اتش 1 مضروبه بالام دوت، فراح اسويها بهالشكل، راح تعطيني قيمه الكيو. هذا سؤال معاد، لكن فقط استخدمنا البريتش يونتس بدلا من الاسعي يونت. مثال رقم 3. In an automobile cabin, air at 27 degrees Celsius and 60% relative humidity. نقطة رقم 1 معلومة نقدر نحددها is cold and dehumidified، يعني بردناها وسحبنا منها رطوبة. By direct expansion cooling coil. هذه مهمة العبارة direct، استخدمنا ال direct expansion cooling coil اللي مختصرها DX coil، ممكن يكتب ليها بهالشكل. Till the temperature 16 degrees Celsius، إلى أن درجة حرارة بالخروج صارت عندي 16، بمعنى أنه دخل 27 وسويت 16، بردت الهواء اللي الداخل إلى كابينة القيادة. The air flow rate اللي ناطيني كيوبك بير سكوير متر، هذا معناتها الفيديوت ناطيني. Find the cooling capacity in ton refrigerant. يريد cooling capacity بوحدات الطن refrigerant. وcoil sensitive heat factor هذه أيضا يريدها، بالإضافة إلى amount of condensation يعني الm dot water شقد كمية التكثيف اللي صارت عندي. هذا السؤال عندي لعبة السؤال موجودة بهاي العبارة الموجودة هنا. هسه نقطة رقم واحد أنا أقدر أحددها، خلي نشوف إيش قد عندي 27 ب60، ونقطة الثانية هي 16. فمن أجي هنا 27 دقري سيليزي، أنا عندي هاي 20 وهاي 30، 27 هي 1 2 3، هاي 27 راح أصعد بهالاتجاه. الفاي مالتي 60، هسه إذا نلاحظ هاي 90 80 70 60، هاي 60 هذا الفاي 60، فراح يتقاطع بهالنقطة. هاي حددت نقطة رقم واحد، وأقدر بعد بقية المعطيات كلها تكون سهلة عندي. النقطة رقم اثنين هي 16، أنا عندي هاي 10 وهاي 20، فهذه 15 بيناتهم، إذا هاي 16، هذا 16 أصعد إلى الأعلى، لكن وين أتوقف ما أعرف. هنا أنا مشكلتي من أرجع للسؤال، هو إيش قال لي؟ قال لي استخدمت الدي إكس كويل. دي إكس كويل إحنا إذا ترجع للمحاضرات راح تلقى انه احنا بنستخدم دي اكس كويل اسيوم ذا ريليتيف هيوميديتي 90%، نفرض انه الفاي مالتنا 90%، دائما هي 90 الى 95 واتفقنا انه ناخذها موحده 90. هذه ليش؟ لانه استخدم دايركت اكسبانشن كولينج كويل. واذا حتى للتذكير كانت عندنا طريقتين، اما انجكشن او سبراي ووتر، اما طريقه الحقن الشيلد ووتر الماء البارد، او طريقه الكولينج كويل. هاي عمليه التبريد. فعمليه الكولينج كويل هذا الهواء اتفقنا مو كله يصدم الكولينج كويل، اكو قسم من الهواء يعبر نسميه باي باس، ولهذا مو كله راح يصير الفايب مالته 100%، راح يصير 90% ناخذه يعني تقريبا فرضيه. في حين الرش، عمليه الرش تضمن لي انه
الانجكشن تضمن لي انه الرطوبه تكون 100%، ولهذا الفاي مالتي اخذها 100% في حاله الانجكشن الشيلد ووتر، لكن في حاله الاكسبانشن كولينج كويل راح اخذ الفاي 90%. فهسه انا اذا عندي الفاي 2 90% وعندي درجه حراره الثانيه 16%، صارت العمليه سهله. انا هاي 16 رسمتها الاعلى والفاي هي 90، هذا 90، هذا خط التسعين أو الكيرف مال التسعين، حدد لي نقطة رقم 2، فراح تكون البروسيس مالتي بهذا الاتجاه، هاي البروسيس وهذا السهم مالتي. فهسا أنا كل المعطيات تكون موجودة، إذا ردت الـ H هنا أنا الـ H1، وإذا ردت هاي نقطة رقم 2، وإذا ردت الـ H2 هنا أنا راح تكون عندي هاي القيمة، إذا ردت الـ W بهالاتجاه هذه الـ W الثانية وهذه الـ W الأولى بهذا الاتجاه. طبعا بنفس الطريقه ايضا قيمه الفي سبيسيفيك انا احتاجها، اللي هي هاي الخطوط المائله، هي بالضبط صايره على هذا الخط المائل اللي هي قيمته سان مجا، اقدر اقرا لكن هو ماخذه بالسؤال. شنو الغايه انه من الفي سبيسيفيك؟ لانه انا احتاج استخرج قيمه الفي دوت الام دوت، هو ناطيني بالسؤال V dot، فأضطر أضربه في الكثافة، والكثافة هي مقلوب الـ V specific. أنا جايب الـ V specific 1، فصارت عندي قيمة الكثافة أضربها في هاي الكثافة، أضربها في الـ V dot اللي هو ألف أقسمه على 3600 حتى أحول الأور إلى second، وبالنتيجة راح يعطيني قيمة الـ M dot اللي موجودة عندي. طبعا أنا إجيت رسمت مثل ما اتفقنا 27 عندي هنا، ورسمت ويا الفاي 60 فحددت النقطة والنقطة، وهنا 16 والفاي 90 أنا فرضتها فحددت النقطة الثانية، وصار عندي هذه البروسيس أمامكم وكل معطياتها. طبعا هسه يريد الكل الكاباسيتي راح صار سهل، لأن يعني من هذا حددت هذه الـ H2 هذا الـ H1، فالـ H1 ماينس H2 مضروبة بالأم دوت، هذا الكولينج كاباسيتي هاي ظهرت عندي، لكن هو دا يريدها بالطن رفرجرنت، فعليه الكولينج كاباسيتي اللي انا حسبتها اللي هي بالكيلو وات اقسمها على 3.5 حتى احولها الى الطن رفرجرنت. هسه يريد سنسيتيف هيت فاكتور. السنسيتيف هيت فاكتور احنا اتفقنا اذا دا اشتغل بالاس اي يونت، شوف بالاس اي يونت عندي طريقتين، عندي اما استخدم هذه اللاين هو ايضا يعطيني هذا يعطيني سنسيبل هيت فاكتور، او استخدم هذا اللي بداخل الدائره هاي هذا يعطيني سنسيبل هيت فاكتور. فخلينا نستخدم هاي الطريقه اللي يستخدمها بال الاس اي يونت. احنا بالكمفورت احنا اتفقنا اي شيء كمفورت لجسم الانسان المريح لجسم الانسان، درجه حراره المريحه هي 24 درجه مئويه، والفاي مالتها لازم تكون 50. يعني انا من اريد اصمم منظومه لازم تنطيني 24 درجه مئويه وتنطيني فاي 50%، هي هاي تكون كمفورت. فعليه انا اخذ هاي القيمه الكمفورت اللي هي 24 وال 50، احدد النقطه. فشنو اللي راح اسوي؟ اجي ال 24 هسه هذا 10 وهاي 20، 21 22 23 24، هاي ال 24 اصعدها بهالاتجاه لحد ما اقاطع الفاي 50، هذا الفاي 50، هذا الكيرف مال الفاي 50، حددت هسه هاي النقطة. هسه شنو هو اللي أسوي حتى يكون الأمر واضح بالنسبة لكم؟ خلي تعال على المحاضرة. أنا من حددت هاي النقطة هسه أجيب المسطرة مالتي أخليها مطابقة إلى هذا البروسيس مالتي اللي هي من 1 إلى 2، وأنزلها بشكل موازي إلى هذا الخط لحد ما أوصل إلى هاي النقطة، مثل هذا الخط الأزرق المنقط، او اوصل هذا الخط الموازي، هذا الخط موازي الى هذا الخط، لكن وين يقطع لي النقطه اللي تكونت من ال24 والفاي 50. هسه هذا الخط اكمله لحد ما يقطع لي هذا اللاين اللي هو يمثل لي سنسبل هيت ريشيو او سنسبل هيت فاكتور، واجي اقرا هاي القيمه هنا، هي قيمه السنسبل هيت فاكتور اللي راح تكون قيمتها مثل ما هو كاتبها بال 0.59 5 amount of condensation، كمية التكثيف اللي دا يصير عندي. هو أنا أجي أطرح الرطوبة الأولى ناقصا الرطوبة الثانية، راح يصير الفرق بالرطوبة الإضافية اللي صارت، طبعا لازم أضربها بالM dot راح يعطيني كمية التكثيف. فسويت هاي العملية انطاني كمية التكثيف هذا بالليتر بير minute. شكرا جزيلا guys.